يسعد صباحك نور. يسعد صباحك نرمين وصباح جميع مشاهدي الاخباريه السوريه من ما كنتوا عم تتابعونا. اليوم عم نطلع عليكم معنا محطات عديده من دمشق والمحافظات السوريه اكيد، لكن مع بدايه كل نهار دائما نتمنى هالنهار يحمل خير والبركه والرزق الكثير وراحه البال والانفراج لكل الناس. امينه يا رب نور. وانا كمان بدي اتمنى لكل مشاهدي الاخباريه السوريه بدايه يوم ان شاء الله يا رب تحملكم كل الخير والرزق وراحه البال، وتقضوا هذا اليوم برفقه الاشخاص يلي بتحبون، ودائما نكون محاطين بالاشخاص يلي بنحبهم نور والمتعلقين فيهم. اكيد اليوم بدنا نوجه يعني بالتعزيه لزميلتنا رشا ايوب يلي فقدت والدتها، متعودين دائما هي تكون معنا كل سبت. صحيح اكيد بدنا نقول لها التعازي. التعازي بدنا نقول لها الله يرحم والدتها ويصبر قلبك، وما في مثل الام، بس اهم شيء بنتمنى انه يا رب هيك ترجع لنا عن قريب مع ابتسامتها الحلوه. أكيد. اكيد خلونا هلا نروح مع غنية ونبلش رحلتنا الصباحيه. اليوم 3 أيلول، عبر الزمن والسنين شهد هاليوم كثير من الأحداث. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بعام 1925 إقامة أول مباراة دولية في كرة اليد، وفي عام 1939 المملكة المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1989 تحطم طائرة ركاب برازيلية تؤدي إلى مقتل 54 شخص، وفي عام 2013 افتتاح مكتبة برمنج هام أكبر مكتبة عامة في المملكة المتحدة. أما هلأ نيرمين ننتقل لمادتنا التالية، معلومات رح نتعرف عليها ممكن لأول مرة وممكن تكون مرأة بحياتنا اليومية، خلونا نتابع. هل تعلم بأن علماء بريطانيين اكتشفوا أن مرض الزهايمر أكثر تأثيراً على النساء منه على الرجال عند مقارنة الجنسين في نفس مرحلة المرض؟ وهل تعلم أن هناك دراسة جديدة نشرتها المجلة الطبية البريطانية تقول أن الوخز بالأبر الصينية مع ممارسة تمرينات الثبات الرياضية قد يساعد في تخفيف آلام الحوض أثناء الحمل وتمثل مكملاً فعالاً للعلاج المعياري العادي؟ وهل تعلم أن الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين منذ 15 عاماً ما زالوا عرضة للإصابة بسرطان الرئة وينبغي عليهم الفحص الدوري لتجنب الإصابة؟ وهل تعلم بأن القهوة تعد من أفضل المشروبات التي تساهم في مكافحة سرطان الثدي، وذلك حسب دراسة علمية مثيرة نشرت بالمجلة الدولية للسرطان وأشرف عليها علماء سويديون، وأوصت الدراسة بتناول 5 فناجين صغيرة من القهوة خلال اليوم للحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي؟ وأخيراً، هل تعلم بأن هناك دراسة طبية أشارت إلى أن الوقوف على القدمين سواء داخل المنزل أو مقر العمل وممارسة رياضة المشي لمدة 2 ساعة يومياً له فوائد مثيرة للغاية ويساهم في تقليل محيط الخصر بمعدل 8 سنتيمتر تقريباً؟ ومحطتنا التالية رح تكون مع فرع دمشق لاتحاد كتاب العرب الذي استضاف في أربعاء الكاتب السوري ضمن حوار مفتوح الفنان عباس النوري من إعداد ملهم الصالح وإشراف الدكتور إبراهيم زعرور. كاميرا الإخبارية السورية كانت متواجدة برفقة زميلتنا رشا خضور ورصدت لنا الأجواء. الحديث كان فيه مسؤولية كتير كبيرة. الشيء اللي لازم يعرفوه عن التجربة الفنية غائب شوي عن الكتاب. الكتاب يعني أنا ابتدأت باللقاء بموضوع هذا القاسم المشترك بين الفنان وبين الكاتب، والقاسم المشترك هو القصة والرواية.
وليس أي كتاب على التعيين. يعني اللي بيشد الفنان دائما لأي كتاب هو القصص التي تحتوي هذا الكتاب. يعني على سبيل المثال حتى لو كان قصيدة شعر الفنان يقرأ فيها قصة، عم بحكي عن درامية. حتى لو كان فن تشكيلي اللوحة تشكل للفنان الدرامي قصة، وبالتالي القاسم المشترك بينه وبين الكتاب هو القصة. وابتدأت بالعمل في القصة وأثر القصة في المعرفة وأثر القصة في الوعي. الرسالة الأهم التي يجب علينا أن نركز عليها هو العلاقة الصحية ما بين الثقافة وما بين الدراما وما بين الإعلام، ما بين مؤسسات الدولة عموما. يجب أن يكون هناك علاقة صحية ما بين هذه المؤسسات، لا أن يكون هناك علاقة تصادمية بينها. وبالتالي فعندما يكون هناك فنان حقيقي، عندما يكون هناك فنان صادق، عندما يكون هناك فنان منتمي، فمن واجب اتحاد الكتاب العرب، من واجب وزارة الثقافة، من واجب كل المؤسسات الثقافية والمعرفية والفكرية أن تجري أو أن تعقد لقاءات ما بين هذا الفن، ما بين هذا الفنان وما بين الجمهور أو الشارع إن صح التعبير، لأن هناك فائدة يجب أن تستفيدها هذه الشريحة المستهدفة أو يستفيدها الشعب أو يستفيدها الشباب من تجربة هؤلاء الكبار الذين أفنوا حياتهم في خدمة أمتهم من خلال تقديمهم للفن بهذه الطريقة اللائقة. الملامح الإنسانية في شخصية الفنان عباس النوري حاول أن يقدمها حكايات الجدات والأجداد والآباء والأمهات والحارات وحارات دمشق القديمة وثقافة هاي الثقافة الشعبية الحقيقية اللي فيها روح الناس، حاول أن يظهرها وهو مؤمن بها، لذلك حاول أن يعرضها بطريقة شفافة، بطريقة صادقة، بطريقة مخلصة، وهو صادق فيما يقول، وحاول يعني أن يقدم هذه الصور ليفائل الناس بمستقبل أفضل لسوريا، للوطن، لدمشق، وأن دمشق حكاية لا يمكن أن تنتهي. نرمين، بكرة بداية العام الدراسي، كتير من التحضيرات بيقوموا فيها الأهالي لفترة طويلة، من تجهيزات أمور المدارس ولوامزم المدارس، في تجهيزات مادية ونفسية تقع على عاتق الأهالي. اليوم رح نحكي عن الشق النفسي، كيف فينا نحضر الطلاب والأطفال للمدارس. اليوم يمكن كل الظروف نرمين بتلعب دور ضاغط على الأهل. صحيح، مو بس هيك، غير الظروف ايضا الاطفال يعني من سنه لسنه عم تتغير نفسيتهم. كيف قضوا مثلا، كيف قضوا الصيف، بتحسي انعكس كيف رح يستقبلوا المدرسه. في اطفال لا، الاهالي مثلا حطوهم بدورات بانشطه بتلاقيهم معتادين على الجو، بينما في اطفال بتلاقي كل نظام حياتهم اختلف يعني بالنوم باللعب، فيمكن هون الصعوبه رح تكون بتهيئه. لهيك لازم برمجه الطفل او الطالب قبل باسبوعين او 20 يوم لبدايه العام الدراسي. لنحكي عن التجهيزات والدعم للطلاب والأطفال لبداية العام الدراسي، معنا الأخصائية التربوية نغم طربي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. مشاهدين يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. حكينا كتير سابقا عن موضوع التهيئة، اليوم رح نركز معك عن دور الأم والمدرسة، عن الأخطاء الشائعة يلي عم تكون بتهيئة الطفل. خلينا نحكي بداية عن الوقت اللي لتبلش المدرسة صار كتير قليل، كيف فينا بهذا الوقت اللي ما حضر نفسيا أطفاله كيف ممكن يبدأ؟ بالبداية بدي هني الطلاب، الأهل، الكادر التدريسي والإداري بقدوم العام الجديد، وبتمنى من كل الطلاب أنهم يستقبلوا هذا العام بكل حماس، بكل إيجابية، بكل شغف، لحتى نبدأ بشكل صحيح. بالبداية التهيئة النفسية هي أهم من أي شيء ممكن نعمله، هي أول خطوة ممكن نعملها مع أطفالنا، نهيئهم نفسياً. الأعداد المسبق، إذا أهل لاحظنا أنه هن ما بلشوا بكير مع الأولاد، في معنى هذا الأسبوع، بما أنه هذا الأسبوع بيكون في توزيع الأولاد، لسه الدوام مو نظامي، ما في كتب لسه، ففينا نحن بهذا الأسبوع ننظم وقت النوم، ننظم وقت الأكل، لأنه هذا النظام كله غاب بالعطلة الصيفية، غاب عن الأولاد. ممكن أولاد في عندها نوادي، نخفف من ساعات هي النوادي أو الهوايات اللي هن عم بيمارسوها، بس ما نلغي لهم إياها نهائياً.
في أولاد متعلقة بالألعاب الإلكترونية، هي 99% من الأطفال اللي متعلقة بهي الأمور، فنحن لازم كمان ما فوراً نسحب الموبايلات من أولادنا، كمان نهيئهم شوي شوي لحتى يبدوا بهذا العام، لأنه طالما منعناهم كرمال المدرسة فهن رح ياخذوا موقف إنه هي المدرسة شيء سيء. تماماً صحيح. نحكي بطريقة كتير حلوة عن المدرسة، ابدا ما نقول انه يلا بنشكر الله اجت المدرسه يلا بدي اخلص منكم الاهل بدي اخلص منكم بدكم تغيبوا ساعات طويله بدي ريح راسي، لا ابدا ما نحكي هيك قدام اولادنا، بالعكس المدرسه شيء حلو، هي اساسا المدرسه مكمله للبيت، هي صوره للتكوين الاسري لكن بطريقه اوسع واشمل. عم نحكي عن المراحل، يعني انا مثلا ابني صف سادس نجح السابع، تامن نجح التاسع، هي مرحله انتقاليه بدي هيئه انه بس نظم له وقته، وقت نومه، اكله، الهوايات حدد له مثلا يوم بالاسبوع ما الغي له اياها، لكن الهم الاكبر هو الاطفال اللي بدهم يدخلوا للنيرسوري، يعني بعمر 4 سنوات 3 سنوات، هون بده يكون انفصال كتير صعب بالنسبة للأم وبالنسبة للطفل. أنا بدي هيئه قبل بشهر أقل شيء. الشيء اللي لازم أعمله أنه أنا اخترت المكان لابني، شو بيجي بساوي؟ فرجيه على الصور، أول خطوة فرجيه على صور المكان، بشرح له بطريقة كتير حلوة أنه نحن بكرة بدنا نروح على هذا المكان، بعطيه الشيء الصح الموجود فيه، ما بعيشه بخيال، يعني ما بقول له انه هنيك بدنا نروح نشوف مسبح، بدي اشوف ملعب كره قدم كبير، بدي وبدي، يعني هي الامور. بيروح الطفل بيلاقي مثلا قاعه صغيره، لعبه صغيره مرجوحه، بينصدم بالواقع، لا انا بعطيه المكان مثل ما هو، بصور له اياه وبعطيه اياه. اول مره بقوم بزياره انا وابني لهنيك للمكان، بحكي مع المس تبعيته، مجرد الحديث انا وياها الطفل بيشعر بالامان انه انا حكيت مع شخص رح كون انا قريب منه. بعدين شوي شوي، يعني ممكن هي الفتره ضل انا وياه نص ساعه للساعه ليتعرف على الاركان كلها الموجوده بهذا المكان. شوي شوي بطلع مثلا بالمرات الجايه انا شو بيجي بساوي، بخليه ساعه، برجع بخليه لحاله ما بكون انا موجوده معه، بزيد عدد الساعات كرمال هو يتعود على هذا المكان ويندمج. في أطفال كتير سهل التعامل معها بأول كم يوم وبتستمر بهذا الموضوع، في أطفال بتعيش بنوبات غضب، هون نحن بدنا نكون حذرين بهذا الشيء. في أطفال بتصير هادية، يعني هي بتكبت هي المشاعر ما بتقدر تعبر عنها إلا لما توصل على البيت، يعني هي بضل طول النهار بالروضة مثلا ما بتحكي شيء، ما بتعبر، لا هي مبسوطة ولا زعلانة، لكن لما بتروح على البيت بتنزعج انه انت شو عملتي فيه، تركتيني ورحتي. هذا موضوع صعب، هو يعني موضوع الانفصال يعتبر بمثابة الفطام الثاني للطفل. صحيح. فبهي المرحلة بدنا نكون كتير واعيين لحتى الطفل يتقبل هذا المكان. يمكن حكيتي عن نقطة كتير مهمة، نحن عم نحكي عن المراحل من أول مرحلة للمدرسة، عملية التهيئة النفسية للطفل، وقديش فعلياً هي بعض التفاصيل لو بنشتغل عليها قبل 10 أيام مثل ما قلتي يمكن بتريحنا مع بداية العام الدراسي. خلينا نحكي ببعض الأخطاء الشائعة اللي بيوقعوا فيها الأهالي، يعني إحنا بنشوف مثلاً بس تيجي الصيفية بتلاقي الولد بينام على الوقت اللي بده إياه، بيفيق إمتى ما بده، بيلعب طول الوقت، فجأة بنقول إجت المدرسة خلص بدنا نغير له هذا النظام 180 درجة، يعني ما بيكون فترة فاصلة لحتى أنا هيئه نفسياً، بتلاقي ببلش فعلياً مثل ما قلتي يتزمر وما كتير يحب الفئة على المدرسة. خلينا نحكي عن بعض النقاط الأساسية لكل الأمهات ليبلشوا تدريجياً، يعني إحنا بنعرف إنه بدنا 21 يوم لنغير أي عادة، نحن عم نقول قبل بأسبوعين، يعني أنا لبلش تدريجياً ضبط توقيت النوم، ضبط كيف ممكن يفيقوا، كيف فيني طبعاً. أنا فعلياً نظم لهم وقتهم بشكل يومي، يعني أنا بدي بلش ألعب على النفسية تبعت الطفل، إنه نحن صحيح إجت المدرسة بس مثل ما حكيت المدرسة شيء حلو، بنبدا شوي شوي معه، بخفف ساعات الطلعه من البيت، يعني مرات الطلعه من البيت بعلمه انه نحن مثلا بهذا الشهر قبل الدخول للمدرسه بهذا الشهر خلينا شوي لا نكون كثير ملتزمين بالنوم ولا نكون كثير عم نطلع، يعني يكون باعتدال، يعني لا هو يمل كثير من هذا النظام اللي انا بدي اتبعه ولا هو يكون كثير عم طلعه وفوته، لا خلينا نكون معتدلين بهي الامور. والشيء اللي بنلاحظه هو الدلال المبالغ فيه اللي دائما بنحكي عنه، انا بدلل
حمل ابني لدرجة أنه هو إذا بكي مثلا أنا ما بدي نام أنا ما بدي أعمل هاي الشغلة، يلا حرام خلص ركي بكرة منبلش معه. لا أبدا، ما نأجل ولا سلوك ولا تعديل سلوك لليوم اللي بعده. أنا اليوم بلشت معك نظام بدي يكون حازمة، لأنه نحن بعد فترة بدنا ننتقل لمرحلة رح تكون هاي المرحلة كتير حلوة بحياتك، رح تكون موجود مع أشخاص تحبهم، رح تلعب، تاخذ نشاطات، تستفيد. كل هاي الأمور بتأثر بنفسية الطفل. يعني الكلمة الإيجابية إلى وقع بنفسية الطفل، والكلمة السلبية كمان إلى تأثير كتير قوي. بفضل أنه نحن دائماً نحكي بإيجابية عن أي شيء بدنا، يعني حتى لو حسينا أنه هذا السلوك رح يكون اللي عمله ابني سلوك غلط، لا لا ما بيجي أنا لنفسيته، أنا بحكي عن سلوك قام فيه، هذا السلوك اللي قام فيه هو الغلط. شوي شوي بصير الطفل بيعمل. وكتير غلط أنه نحن مثلاً ابني بلش، أنا قررت أني حطه بالنيرسوري، اليوم مو جاي على باله يروح بدون ما أعرف الأسباب، ولأني خايفة عليه ولأني بحبه زيادة، هن هيك باعتقاد الأهل طبعاً. يلا اليوم بلا ما تروح، بكرة نعسان، اللي بعده بطنه عم يجعوا، طبعاً هي كلها حجج من الأطفال. لا، هذا الموضوع أنا برفضه تماماً. كتير من الأهل بتستخف بمرحلة رياض الأطفال، علماً أنه هي كتير مهمة بحياته، هي من أهم المراحل، لأنه بالأول والثاني والثالث هو رح ينتقل لمرحلة جدية أكثر، اللعب فيها أقل، رح يكون في مستوى التدريس أكثر. فلا كتير مهم أقل شيء الطفل يدخل سنتين للروضة، نتعامل بجدية مع هذا الموضوع لحتى الطفل يأخذها بمحمل الجد. طالما أنا مو سائلة على الموضوع مثلاً، يلا وبكرة بنكتب الوظيفة، بكرة بنعمل الإملاء، لا هيك أبداً هو ما رح يحس بقيمة الشيء. هلا الطفل ذاكرته شوي قصيرة، ودائما لما تقولي له في حدث معين بحياتك هو بيفهم أكثر شيء بكرة، يعني بكرة أنا حنام وحفيق ثاني يوم روح على المدرسة. فخلينا نحكي عن اليوم قبل المدرسة، كيف الأم أكيد له خصوصيته، كيف الأم ممكن تهيئ لطفل بهذا اليوم، سواء بالكلام شو ممكن تحكي أو حتى بالسلوكيات؟ نحن نعرف التهيئة بدها تكون قبل أيام، ولكن نرجع نأكد أنه اليوم قبل المدرسة هو أكثر شيء بيكون الطفل يعني مستعد له. أكيد. هلأ نحن طالما هيئنا نفسياً في أمور تانية لازم نحن نلجأ لها، وهي أنه ناخد ابننا يشتري مثلاً حقيبة مدرسية، يشتري الأقلام، ألوان، دفاتر رسم، هاي الأمور الخاصة فيه، أنه خلص هاي أمورك الخاصة، أشياءك الخاصة، كتير بتشجعه لحتى يروح لليوم الثاني. ونعلمه دائماً أنه هاي الأمور، هاي الأشياء لإلك موجودة، لكن فيك أنت تعطي غيرك، يعني بطريقة أنه ما نعلمه الأنانية لكن حافظ على أغراضك. هذا موضوع كتير مهم بهاي الأمور. يعني أنا بعرف كتير أولاد إذا بتشتري لهم قلم جديد ثاني يوم بحبوا يروحوا على الروضة كرمال يتباهوا بهذا الشيء، فما بالك إذا كانوا أشياء كتيرة. ونحن دائما حفزنا الطفل، يعني أنا ممنوع أهمله لابني، أنا دخلته للروضة ممنوع أهمله، أنا كل يوم بدي أجي بدي أسأله، بس كيف بسأله؟ يعني حلو أنا دائما أمشي مع ابني أحكي أنا وياه كتير أمور، لكن اللي بلاحظه والأخطاء اللي أنا بشوفها وبسمعها من الأهالي، أول سؤال تسأله الأم للولد، مين ضربك؟ مين أكل لك أكلاتك؟ أو كيت اليوم مثلا؟ تماماً. المس شو عملت لك؟ طيب أوكي، حد عزبك حد عزبك اليوم؟ أي تماماً. ما بنركز عن الجوانب قصدك الإيجابية، لا دائماً نقاط سلبية. ما بدنا وهون نحن ما بيصير أنت ركزتي لفتي نظر ابنك على أشياء هي أساساً مو منتبه لها. لا، شو أحلى شيء مر بحياة بيومك اليوم؟ هاي الأمور بالعكس بصير الولد ممكن يكون هو ماشي ضرب هو ورفيقه مثلاً ووقعوا بدون ما يكونوا بيعرفوا يعني شو أتباع هذا الموضوع. بس بعدين إنه الأم إذا بتسأل هاي الأسئلة، طب الولد ما رح يلاقي جواب، بصير بيخترع من خياله. صحيح. ممكن يحكي أشياء هي ما أنا موجودة أو ما صارت معه كرمال يكمل حديث مع الأم. لا أبداً، عن جد بنصح كل أم بما أنه بكرة مبلشين بداية عام جديد أنه نحن نتعامل بكل حكمة مع أطفالنا، ونعرف نختار الأسئلة اللي بدنا نسألها لأولادنا. ركزنا معك بالبداية عن أهمية دور الأهل ودعمهم مع بداية العام الدراسي، لكن الدعم هو تشاركية فينا نقول مع الأهل والكادر التدريسي، إذا كان فينا نقول بالروضة أو بالمدرسة. وبنعرف يمكن بسبب الظروف المادية القاسية والمعيشية صارت أساساً يعني بدك تعتبري عم يغير جو بالمدرسة مع رفقاته، عم يشوف رفقاته، يمكن في ضغط بالدراسة شوي، بس بتلاقيه
بيحب هي التفاصيل الباحة والاستراحة والروحة والرجعة مع رفقاته الطلاب. خلينا نركز مع بداية العام الدراسي، الدعم النفسي من قبل الكادر التدريسي تمام. كيف في له يمكن تأثير كتير كبير لأنه الطفل يتقبل بداية العام الدراسي؟ أكيد هي شغلة كتير مهمة، لما الأم خلصت مهمتها بينتقل الموضوع للكادر التدريسي، واللي هو أنه دائماً وأنا بنصح أي حدا بضمن دائرة الروضة والأعمار الصغيرة أنه نعمل أول أسبوعين هو تهيئة للطفل حتى يتعود على المكان. أنا ابني جبته من البيت حطيته بمكان هو ما بيعرفه، ما بيعرف لا الصغار ولا الكبار منهم، فهذول الأسبوعين كتير مهمين إنه بيتعود، بيصير بيلعب مع الأولاد، بيتعرف على أركان الروضة، بيكون صداقات أكبر بهذا المكان. بعدين بتصير الأمور التحفيزية، وسائل تحفيزية للأطفال، كل يوم بنعطيه شيء. طبعاً أنا بأول فترة أنا ما بعرف مستويات الأطفال، بعطي لما بدي أعطي شيء تحفيزي بعطي كل الأطفال الموجودين عندي، هيك بيصير الولد يحب يرجع. بستخدم أسلوب العصفورة، أنا كتير بستخدمها عندي، إنه مثلاً أنت إجيت كنت كتير شاطر، العصفورة كانت معك بالبيت، خبرتني أخبار كتير حلوة، فجبت لك معها هدية. هاي الهدية نحن راسمين مثل عصفورة على الحيط على وشجرة وهيك، فبنحط الهدية عند العصفورة وبيجي الولد بيشوفها وبياخدها. فهيك كتير الأسلوب كان حلو، وحتى الولد صار يتشجع ليعمل شيء أحسن لبعدين. كده بالختام بدنا نشكر اليوم وجودك معنا الاختصاصية التربوية نغم التربية لكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. حبيبتي اكيد بدنا نشكرك، ودائما الوقت بيمر معك بسرعة لانه بحكي عن معلومات كثير مهمة ومفيدة للأهالي. شكرا كثير. هلا حبيبتي، اهلا وسهلا. اما هلا نورة صار الوقت لنروح لغرفة الاخبار للاطلاع على اخر المستجدات على الساحة المحلية العربية والعالمية مع زميلتنا بشرى. يسعد صباحك بشرى. صباح الخير نرمين ونور، موجز لاهم الانباء بعد الفاصل. السلام عليكم. اعتدت مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي بالقذائف المدفعية الثقيلة على مناطق سكنية بريف الرقة الشمالي. وذكرت مصادر أهلية من المنطقة أن مجموعات إرهابية تعمل بأمرة قوات الاحتلال التركي استهدفت بالقذائف المدفعية الثقيلة محيط بلدة عين عيسى والطريق الدولي M4 بالريف الشمالي، ما أدى لوقوع أضرار مادية في منازل وممتلكات المواطنين. أدانت روسيا بشدة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، وأكدت أنها غير مقبولة على الإطلاق. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن مثل هذه الأعمال غير المسؤولة من قبل الجانب الإسرائيلي غير مقبولة على الإطلاق. نحن ندينها بشدة، معربة عن قلقها من أن هذه الاعتداءات استهدفت بنية تحتية مدنية مهمة في سوريا ولا سيما المطارات. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية. وكالة وفا الفلسطينية ذكرت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة المناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص وبحالات اختناق. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران أرسلت وجهات نظرها على الرد الأمريكي بشأن نص مسودة الاتفاق المحتمل لرفع الحظر إلى المنسق الأوروبي للمفاوضات. وقال كنعاني في تصريح بعد تلقي الرد الأمريكي
قام فريق الخبراء من إيران بدراسته بعناية، وتم تجميع ردود إيران بعد تقييم على مستويات مختلفة وتسليمها إلى المنسق الأوروبي. وأضاف إن النص المرسل له نهج بناء بهدف إنهاء المفاوضات. ختام الموجز، عودة إلى نرمين ونور لمتابعة صباحنا غير. شكرا لك بشرى، وأكيد مكفايين بباقي فقرات صباحنا غير، ووصلنا لمساحتنا الطبية. أكيد نرمين، بمساحتنا الطبية لليوم بنحاول دائما نركز على أمور طبية مهمة لكل الصبايا والسيدات، ولما نحكي عن عمق الرحم الموضوع بيكون نوعا ما حساس، لأنه الصبية أو السيدة بتخاف أي تفصيل ممكن يأثر، لأنه الرحم له خصوصية، هو بيخلي أي صبية أو ستية تكون أم. فلنحكي اليوم عن قرحة عمق الرحم. رح نستضيف معنا الدكتورة ريم زيتون، أخصائية توليد وجراحة نسائية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، صباح النور، يسعد صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خلينا نعرف بالبداية طبياً قرحة عمق الرحم شو هو؟ أول شيء قبل ما نحكي عن قرحة عمق الرحم بدنا نحكي عن تشريح عنق الرحم. عنق الرحم هو طبقتين، في طبقتين من الخلايا شوي. عنق الرحم يحوي طبقتين من الخلايا، طبقة غدية، خلايا غدية بسليمة مخاطية، وطبقة رصفية شائكة. الاتصال بين هاي الطبقتين اسمها منطقة الزون. هاي المنطقة هي اللي نحن المنخاف من تشكل أي شيء خبيث سمح الله فيها. فقرحة عنق الرحم أو شطر عنق الرحم هو امتداد الخلايا الإبثالية المخاطية الغدية لخارج قناة عنق الرحم، قناة العنقية، حتى يصبح مرئي وله شوية مشاكل وأعراض، فهذا ما يسمى شطر عنق الرحم أو قرحة عنق الرحم. طيب خلينا نحكي شو هي، يعني لما أنا أي صبية تحس بهي الأعراض أنه ممكن نقول هي قرحة الرحم، لأنه بعض الأعراض ممكن تتشابه، تكون متشابهة مع بعض الأعراض الأخرى، أنه لا لازم تحس بهي الأعراض فورا تتجه للطبيبة النسائية، لأنه بنعرف نحن أحيانا بنتغافل عن بعض التفاصيل، وآخر خيار ممكن نحن نتوجه إليه هو الدكتور للأسف. صحيح صحيح. هلأ نحن بصراحة يعني أغلب حالات قرحة عنق الرحم أو شطر عنق الرحم تجي بحالات لا عرضية، أو مريضة ما بتعرف إنه معها قرحة أو محاسة بشي، ما إلى أي عوارض؟ هي الأشياء إنه ما عندها أعراض، فبس في شوية علامات، نحن بنقلها علامات وليس أعراض. علامات خلينا نحكي عنها. هي العلامات ممكن تكون مفرزات ضائعات مهبلية، ذات لون، ذات رائحة، ذات كثافة، ذات قوام، ممكن نزف بعد الجماع أو العلاقة الجنسية، ممكن نزوف مهبلية شاذة، طبعاً آلام الظهر، المرحلة المتقدمة بتوصل لمرحلة آلام الظهر، آلام سفل البطن، الألم بعد الجماع، هي أحد العلامات اللي ممكن تلاحظها الست على حالة طبعاً. خلينا نحكي اليوم، ذكرنا الأعراض، مخاطر إهمال هاي الأعراض اليوم أو إهمال تشخيص هذا المرض، وين ممكن نودي أو وين ممكن نروح فيه؟ طبعاً الإهمال بهي الأعراض أو إهمال الست لصحتها رح تزيد عندها هاي الضائعات، رح تزيد عندها الآلام، الأوجاع، التعب العام. طبعاً الحالة الالتهابية بتنتشر لكل مناطق الجسم، بس تركزت بعنق الرحم وامتدت انتشرت، ممكن يصير عندها آلام مفصلية، آلام سفل البطن، آلام الظهر، رفض للعلاقة الجنسية لأنها رح تصير كتير متعبة لإلها ومؤلمة، نزوف الرحمية الشاذة، المقلقة، عسرة الجماع. تمام، هي أكثر شيء. طب دكتورة خلينا لما نقول عنق الرحم، مثل ما قلت في بداية المقدمة، كل الصبايا بيخافوا إنه هالموضوع ممكن يأثر على عملية الإنجاب، لأنه بنعرف حساسية هاي الموضوع لكل صبية، ممكن يأثر بالمستقبل إذا تم إهماله ولا لا؟ هلأ هو مبدئياً في بدايته ما له أثر أبداً، وهو ما بيأثر على عملية الإنجاب، لكن يلعب دور في تأخير الإنجاب في بعض الأحيان، لأنه شطر عنق الرحم أو قرحة عنق الرحم ممكن تؤدي لمفرزات كثيفة لزجة. هاي المفرزات تعيق مرور الحيوان المنوي لعنق القناة العنقية، وهذا الشيء بيأخر عملية الإنجاب أو عملية الحمل، إلا بالعلاج، فهذا اللي بيلعبه. وحتى بالحمل ممكن يصير قرحة عنق رحم، ما بتأدي لأجهاض ولا بتأدي لولادة مبكرة ولا شيء، بس يفضل تعالج لأنه بتساوي نزوف، بتساوي آلام، بتساوي مفرزات، كمان يفضل علاجها، بس لا تؤدي لأجهاض بالحمل وبر الحمل مثل ما قلت لك. بس هيك دكتورة خلينا نحكي أكثر اليوم، في سيدات مهيئات أكثر للإصابة بهذا المرض، في مسببات يمكن بتزيد من
عوامل الخطوره باصابه هذا المرض اكثر؟ هلا السيدات المؤهبات بشده اكثر طبعا، في زمره معينه مؤهبات اكثر من زمره. هلا نحن مو هذا، هي الحدثيه المرضيه والحدثيه الفيزيولوجيه بتصير بعد البلوغ، يعني بعد اول طمس، بعد اول حمل، بعد الزواج، بتتغير البي اتش تبع المهبل، بياثر على تركيب الخلايا العنقيه تبع الرحم. فنحن فينا نقول انه هاي ممكن نخاف تشكل هاي الشتر او هاي القرحه بعد بدايه اول طمس او بعد الحمل والزواج. العمر بيلعب دور؟ طبعا. هلا نحن بعد سن القياس مستحيل تشكل هيك شيء، مستحيل تصير قرحه عنق رحم، يعني مستبعد جدا جدا. حتى اذا مرقت الانثى بمرحله النشاط التناسلي من غير تشكل اي تعرضها لاي مشاكل عنقيه، مستبعد جدا بعد سن الامل انه يصير مع اي حدثيه سرطانيه عنقيه. طيب دكتوره، خلينا نحكي عن طرق العلاج اليوم، كيف بيتم التشخيص والعلاج، واذا المرحله بتلعب دور. يعني عم نحكي عن مراحل مثلا ممكن تكون ببدايه المرض العلاج بيكون مختلف، مراحل مثل ما قلتي بعض المعلومات بتقول انه هي بمراحل متاخره. صحيح. صحيح. من المرض. صحيح. هلا بالنسبه للعلاج، هو الكشف هو اول مراحل العلاج بصراحه، يعني المتابعه وعدم الاهمال. هلا نحن قلت لك المعظم يكتشف عفويا بطريقه الصدفه بالفحص الروتيني لعنق الرحم، لما بتعمل المريضه زياره لعند طبيبتها فيكتشف عفويا. في بعض المرضى بحسوا بهي العلامات اللي حكيتها انا، فبيجوا شاكين فيها. يعني هلا اول شيء هي الفحص الروتيني، هي اول طريقه للتشخيص، فحص الروتيني نشوف شتر عنق الرحم. ثاني شيء بناخذ مسحه خلويه او لطاخه بابا نيكولا. ممكن نعمل زرع للمفرزات العنقيه لنعرف شو السبب، يعني فيروسي، جرثومي، التهابي. ممكن نحول لتنظير عنق رحم مكبر، نعرف امتداد الافه، نوع الخلايا، في شيء خبيث لا سمح الله. وممكن بالاخير نوصل لخزعه عنق الرحم حسب درجه حسب نتيجه الاستقصاء السابق. نمشي بالاستقصاءات. الاهمال بهي الجزئيه ممكن يؤدي لتنشيط خلايا خبيثه ولا؟ طبعا، يعني هلا هي خلايا عنقيه مكانها مو سطحيه بسطح ظاهر عنق الرحم. فوجودها بهي المنطقه مع العلاقه الجنسيه، مع تعرضها لبي اتش المهبل الحامضي، ممكن تؤدي لتغيرات خلويه بهي الخلايا. هي التغيرات الخلويه مع المستقبل، يوم عن يوم، شهر عن شهر، سنة عن سنة، ممكن تتحول لشيء خبيث لا سمح الله. تمام. دكتورة، خلينا نحكي عن الاستقبابات اليوم وطرق العلاج. هل هو ممكن يستدعي تدخل جراحي ولا بالعلاج الدوائي ممكن يعني نقدر نعالج هذا المرض؟ هلا أنا حكيت إنه هي حدثية فيزيولوجية، تمام، بتصير المرأة بعد الطمس. فهي بصراحة يعني مع المتابعة مع الطبيبة ممكن تتراجع عفويا مع العلاج. في حال ما تراجعت عفوية، نحن بالقصة المرضية بنحدد بعض الأسباب، وبالتشخيص بالاستقصاءات بنحدد أسباب تانية. هلأ إذا أحياناً في بيكون سبب القرحات هي النظافة الزائدة للمرأة، استخدام المواد الحقن المهبلية، حقن المهبلية الكاوية، يعني ممكن تكون هي أسبابها. فالعلاج إذا كانت المريضة عم تستخدم هدول، نحن بننصحها بإيقافها. إذا كان فيزيولوجي تابع معنا مع شوية نصائح. إذا كان التهابي أنتيبيوتيك فقط. أما إذا كان الزمان القرحة مع العلاج وعدم الاستجابة للعلاج مع المفرزات المستمرة دائما، فينا نلجأ بصراحة لكوي عنق الرحم. بهي العملية لما يتم الكوي ممكن تتكرر؟ يعني ممكن نقول انه ممكن هي الحالة المرضية تصير مع المرأة مرة اخرى ولا لا؟ نضمن هون العلاج الكامل بشكل دائم؟ هلا طبعا ممكن تصير بعد الكوي، يعني ممكن ما تتحسن نسبة كتير كبيرة ومستبعد انه ترجع تصير. بس اذا رجعت صارت او ما طابت او ما تحسنت على الكوي، نحن هون نلجأ للخزعة. تشون بيكون في سبب ضامر او باطن، فنحن بنلجأ لكشفه. دكتورة، خلينا نحكي اليوم عن الأخطاء الشائعة اللي ممكن تكون بالتشخيص أو بالعلاج أو حتى بسلوك ممكن تتبعه المريضة وممكن يزيد من حالة المرض. تمام. هلأ بصراحة بيلعب كتير شغلات دور بهالحكي، إنه الحبل المانع ممكن يكون هو سبب لتشكل شتر عنق الرحم، لأنه هو هرمون الاستروجين المسؤول عن هاي الحدثية المرضية. اللولب كمان ممكن يلعب دور بهذا السبب. استخدام الدوشات المهبلية بشكل مفرط. تمام. النظافة الشخصية كمان بتلعب دور. النمط الغذائي
تمام، بيعتمد بيبعد عن شوي الخضرة الفواكه الشغلات الطبيعية كمان بيلعب دور بهذا الحكي. طيب دكتورة خلينا نحكي عن طرق العلاج، عفوا طرق الوقاية، يمكن قلنا بداية حديثنا أهم شكل دائم، بس للأسف من الست شكرا باستخدام الحقن المهبلية أو الدوشات المهبلية طبعا. هذا الهوس موجود عند بعض السيدات بصراحة بيأتي هذا الحكي، الاعتناء بالنمط الغذائي بشكل جيد، معالجة الالتهابات النسائية فور ظهورة، عدم الإهمال فيها، ومتابعة دورية فقط. دكتورة ذكرتي أكثر مرة موضوع المعقمات اللي بتستخدمون السيدة أو المطهرات، خلينا نحكي عن هدول الاستخدامات بيكون لهم دواعي نتيجة شو؟ يعني هي التهابات بتكون او شو الغلط اللي عم بيصير اليوم بالاستخدامات؟ لانه كثير بنشوف في ثقافه شائعه عند السيدات بيروحوا على الصيدليه يمكن بدون مراجعه الدكتور، بدون يمكن يعني بس بيسالوا الصيدلاني وبياخذوا مثلا بشكل مستمر هاي المطهرات. خلينا نحكي عن خطوره استخدامها على المدى البعيد او شو طرق استخدامها اصلا. هلا الدوشات المهبليه لها حالات خاصه نحن بنعطيها للسيده، دوشات المهبليه والمغاطس النسائيه كمان لها حالات خاصه، فالنظافة الشخصية الزائدة مثل الإهمال الزائد، يعني الزائد أخو الناقص بصراحة. فالست اللي بتعتمد كتير على النظافة الشخصية بتقتل البي اتش الحامضة تبع المهبل، بتقتل الفلورا الطبيعية المتعايشة بالمهبل، بتقتل الجراثيم الطبيعية الموجودة بالمهبل بشكل طبيعي، بتغير بي اتش المهبل بشكل كامل. هذا بيلعب دور عندها بتكرار الالتهابات، تكرار الإفرازات، بغير البي اتش، ممكن تشكل خلايا شاذة نتيجة هذا الشغل الخاطئ. هلا نحن لما بتجي المريضة لعنا بنعطيها الغسول، بنفهمها الطريقة والمدة والكيفية، طريقة التمديد وللفترة مسموح فيها، وبعد فترة كل قد ايه ممكن تعيد او تحافظ على نظافتها باستخدام هذا الغسول. اما روح على الصيدلاني وجيب بدون استشارة الطبيب، يعني هذا بيدفع الثمن هالطريقة هي. طيب كمان اشرتي نقطة كثير مهمة مرتين خلال حديثنا دكتورة ريم عن نمط الغذائي، يعني دائما بنقول النمط الغذائي بيلعب دور كثير كبير بستايل حياتنا، يعني صح. بينعكس على جسمنا بشكل كثير كبير. الغذاء قديش مهم اليوم لانه نمط الحياة اختلف، يعني بتلاقي الناس صارت تشتغل لساعات طويلة إذا مو شغل أو اثنين، بتلاقي حتى وجبات الأكل اللي متعودين عليها الفطور والغداء والعشاء انقلبت لوجبة واحدة أساسية بسبب ضيق الوقت عند الكل. فالغذاء قد ايه بيلعب دور بهي النقطة تحديدا؟ هلا الغذاء أكيد له دور كتير كبير، نحن لازم نقرب على الغذاء الأقرب للطبيعي، يعني اعتماد على مشروبات بكثرة. يعني هلا شغل الأنثى دوام الطويل، اغلب الناس صاروا ناس عاملات، يعني بصراحه صحيح. بتأهمل موضوع الشرب الدائم للسوائل، بتبعد شوي عن اكلات الطازجه، بتقرب من الاكلات الجاهزه او السريعه، اعتماد على الخضره، الاعتماد على الفواكه، اكثر من السوائل، هي الشغلات الطبيعيه القديمه يعني. طبعا اللي فرض عليها للست هو العمل اكثر شيء. صحيح. طيب. دكتورة خلينا ننتقل مع حضرتك اليوم لنصائح عامة ممكن نوجهها لكل سيدة للاعتناء بصحتها. نحن بنعرف الجهاز الأنثوي قديش هو حساس وقديش هي لازم يكون في يمكن زيارات متكررة حتى لو ما في أعراض، يعني في دكاترة بينصحوا أنه كل مثلا 6 شهور أو كل سنة لازم الوحدة تروح تشيك، ممكن يكون في شيء ببدايته. مثل ما بنقول دائما نحن بنحكي بنركز على موضوع الكشف المبكر، فشوف ممكن نحن نقدم نصائح اليوم لكل السيدات. هلا السيدات بشكل عام الفحص الدوري اول شيء، الا للسيده اللي ما بتشكي من اي شيء ابدا تعمل فحص دوري، زياره دوريه لطبيبتها، حست باي اعراض ثانيه مثل ضائعات حكي مفرزات تعمل زياره سريعه فوريه من دون علاج لحالها طبعا، دم لا سمح الله عقب الجماع كمان بدها تراجع فورا، في نزوف مهبليه شاذه بتعمل زياره فورا لطبيبتها، ألم سفل البطن أو ألم الظهر المتردد ممكن يكون السبب الأشياء عند النساء هو الالتهابات النسائية، بيرجعوا فورا بصراحة لأطباء العظمية
بس بيكون السبب هو نسائي، الأطباء عظيمين بيحولوا لعنا فورا. النظافة الشخصية مثل ما حكينا وعدم إهمال أي شيء. أكيد بالختام بدي أتذكرك دكتورة ريم زيتون أخصائية بالجراحة النسائية على وجودك معنا، ومثل ما قلتي يمكن الالتزام ببعض هاي النصائح المهمة، يمكن موضوع حساس شوي لأنه الصبية بتخجل أو بتستحي تروح للدكتور، بس هاي النقطة كتير مهمة ولازم المراجعة الدورية بشكل مستمر. شكرا كتير إليك. شكرا كتير لكم. شكرا كتير إليك دكتورة ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها اليوم. أما هلأ نور خلينا ننتقل لمشفى الأسد الجامعي، حيث تم تدشين مشروعي الطاقة الشمسية الجديد ووحدة التكييف والتبريد برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووضع هذا المشروع تحت خدمة المشفى على مدار الساعة. نحن سعيدين بوجودنا في مشفى الأسد الجامعي، هذا الصرح العلمي الطبي الهام على مستوى بلدنا الحبيب سوريا، الذي يقدم التدريب والتأهيل لطلابنا في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا، ويقدم الخدمات للمواطنين من تشخيص وعلاج. وبالتالي اليوم وبتوجيه من الحكومة بشكل مستمر الاعتماد على الطاقات المتجددة، مشفى الأسد الجامعي هذا المشروع هو عبارة عن طاقة شمسية لتأمين المياه الساخنة على مدار الساعة، يؤمن على مدار الساعة 30 ألف لتر ماء ساخن، يوفر يوميا أكثر من 800 لتر مازوت. وبالتالي حسب توجهات الحكومة الاعتماد على الطاقات المتجددة، تم هذا المشروع بكلفة تقديرية حوالي 260 مليون ليرة سورية. وفر علينا 800 مليون ليرة سورية مرصودة في الموازنة لشراء، ولكن نحن ما قدرنا نشتري بسبب ظروف الحصار، فمهندسينا المحليين والفنيين صلحوا هذا بالرغم أنه متوقف من أكثر من 12 سنة، فعمل وفر 800 مليون ليرة على ميزانية الدولة. أما هلأ نيرمين بننتقل لمحافظة السويداء وفعاليات أيام مهرجان سلطان باشا الأطرش مع مراسلنا شام حمدان بالمعرض التالي. تقديراً لبطولات المجاهد الكبير سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى ورفاقه الذين صنعوا بتضحياتهم مجد الجلاء، وزارة الثقافة تقيم مهرجان سلطان الأطرش للإبداع الثقافي. طلبنا من خلال الاستمرار والتركيز على المتابعة في فعاليات مهرجان سلطان الثقافي، وهو يقام لهذه السنة في دورته السابعة، على تكريس القيم النضالية والوطنية التي كرستها الثورة السورية الكبرى والقائد العام سلطان باشا الأطرش من خلال الشعار الذي طرحه: الدين لله والوطن للجميع. أحفاد سلطان ما زلنا على العهد باقون ومستمرين في ترسيخ القيم اللي رسخها سلطان ورفاقه المجاهدين، القيم الوطنية والقومية والاجتماعية، قيم الوحدة الوطنية، قيم اللي بتعتمد على شعار الثورة الدين لله والوطن للجميع. يشكل مهرجان سلطان باشا الأطرش الحالتين معا، الحالة الإبداعية والحالة التاريخية، ويخطئ من يظن أن مهرجان سلطان الأطرش هو فقط حالة تاريخية، لا بل هو أيضا حالة إبداعية حينما نقدم شعراء وأدباء يجسدون معاني ودلالات الثورة السورية الكبرى في إبداعاتهم الشعرية والثقافية، وأيضا هناك الحالة التاريخية بإلقاء الضوء على أهمية الثورة السورية الكبرى وكيف كان سلطان ورفاقه
ورفاقه الثوار الميامين من من الشيخ صالح العلي الى ابراهيم هنانو الى حسن الخراط الى العده الوطنيه مجتمعه، كيف كانوا يجسدون الوطن والوطنيه والثقافه الوطنيه الجمعيه. رجان عددا من الفعاليات المتنوعه التي تؤكد على تاريخ سوريا الحافل بالامجاد والبطولات والتضحيات الكبيره التي قدمها الشعب السوري صاحب اول ابجديه في التاريخ. شام حمدان، الإخبارية السورية، السويداء. ومحطتنا التالية من حماة، وبهدف التعريف بأهمية محصول الفستق الحلبي أقامت مديرية الثقافة بإدلب بالتعاون مع مديرية الثقافة في حماة ومديريتي الزراعة في إدلب وحماة مهرجان قطاف الفستق الحلبي تراث لا مادي. خلونا نتابع. بهدف التعريف بأهمية محصول الفستق الحلبي أقامت مديرية الثقافة بإدلب بالتعاون مع مديرية الثقافة في حماة ومديريتي الزراعة في إدلب وحماة مهرجان قطاف الفستق الحلبي تراث لا مادي. وقد شارك الحضور في قطاف وجمع المحصول ببلدة قمحانة في البستان الحائز على جائزة بطل الإنتاج على مستوى محافظة حماة. مهرجان قطاف الفستق الحلبي بيأتي ضمن استراتيجية وزارة الثقافة وأهدافها. في عنا برنامج لحماية وصون التراث الثقافي اللامادي والترويج له. هدفنا من المهرجان هو توثيق عملية والطقوس المرافقة لقطاف الفستق الحلبي وتوثيقه والترويج له بهدف زيادة الإنتاج والمساحات المزروعة، كونه هو مورد ودخل اقتصادي كتير مهم. طبعا بتنبع أهمية المحصول وأهمية الشجرة، كونها شجرة عريقة تراثية غائرة بالزمن بزراعتها بداية من أصول البري والأصول وحاليا الزراعة المتطورة. طبعا هي موجودة في البيئة بالأصل ولكن تطورت زراعتها، ولذلك هي إلى بعد اجتماعي، بعد تراثي، بعد تاريخي ضمن تراث البلد. وفي مدينة خان شيخون تم افتتاح معرض لأصناف الفستق الحلبي وبعض الصناعات التي يدخل فيها الفستق الحلبي، إضافة لمنتجات المرأة الريفية ومستلزمات الإنتاج، ومعرض تصوير ضوئي توثيقي لأشجار وكروم الفستق الحلبي. طبعا الفعالية بعنوان قطاف الفستق الحلبي تراث لا مادي، تضمنت الفعالية زيارة لأحد الحقول في قرية قمحانة للمشاركة في القطاف والاطلاع على الطقوس المرافقة للقطاف. بالإضافة لهيك كان في عنا معرض للمواد الغذائية لأصناف الفستق الحلبي، والهدف الأساسي من هذه الفعالية أنه نحن نحاول ندرج قطاف الفستق الحلبي على لائحة التراث الإنساني. قطاف الفستق الحلبي هو رمز لزراعة ولمواسم من العطاء. طبعا هذه المواسم من العطاء هي مترافقة مع مجموعة كبيرة من العادات والتقاليد التي تفرضها هذه الزراعة. تضمن المعرض الصناعات الغذائية اللي بيدخل فيها الفستق الحلبي، إضافة للأصناف بمختلف أنواعها ومراحل انت القلب الفستق الحلبي شو بيدخل بالصناعات، ثلاث مراحل مثلا بوظة او زهري او احمر، هذا بيدخل بالصناعات الغذائية اضافه للاصناف المزروعه بالمنطقه. ويستمر المهرجان لمده 3 أيام، يتم من خلالها اقامه ندوات فكريه تعريفيه بالفستق الحلبي وعرض افلام وثائقيه ومسرحيه عرس البساتين ومشهدية من مسرح خيال الظل والعديد من الفعاليات الثقافية. حسام الشاب، الإخبارية السورية، ريف محافظة إدلب. أما هلأ نرمين ننتقل لمادتنا التالية وجمال منطقة مشقيطة. يمكن من منا ما زارها وفعليا كان هيك منظر أخاذ الجمال الطبيعي والطبيعة اللي هي جزء أساسي من السياحة الداخلية بسوريا. خلينا نتعرف على هالمكان الجميل بالتقرير التالي. مشقيطة هي عروس جبال اللاذقية المتوجة بخضرة رائعة وبحيرات ساحرة، تعتبر من أهم مواقع الراحة والاستجمام في محافظة اللاذقية، حيث برزت هذه القرية الواقعة على بعد 23 كيلومتر شمالي مدينة اللاذقية إلى الواجهة السياحية بعد إنشاء سد 16 تشرين الذي تطل عليه القرية من الجهتين الغربية والشمالية الغربية،
وهذه الإطلالة الجميلة المميزة على السد ببحيراته السبع تتخللها مساحات واسعة من الأحراج والغابات والأراضي الزراعية المليئة بأشجار السنديان، الصنوبر والبلوط وغيرها، كما وتحيط بها مجموعة مزارع وقرى عديدة. وكلمة مشقيطة كما ذكرتها مصادر التاريخ تشير إلى أن لفظ مشقيطة هو لفظ سرياني ويعني الأرض المروية أو المسقية من السقاية، وذلك لكثرة ينابيعها. ويلاحظ الزائر لهذه القرية المرتفعة حوالي 260 متر عن سطح البحر توفر الخدمات السياحية، كما وتتميز مشقيطة بطقسها المعتدل صيفاً وشتاءً وبهوائها العليل. ومحطتنا الأخيرة بصباحنا غير رح تكون بعالم الرياضة والنشاط، ولكن أيضا ضمن عالم المدرسة. متعودين نور دائما حصة الرياضة هي الحصة اللي كل الناس بتحبها، وقديش كنا نتضايق لما يحطوا لنا إياها بآخرة البرنامج. كنا عم نحكي يمكن تحت الهواء قديش مثلا الحصة الرياضية هي تنفيسة للأطفال من كم الهائل لكبر المنهاج، بس كان ما كتير مثل الاهتمام هلأ. سابقا كنا نشوف مثلا أي أستاذ مو مخلص المنهاج ياخذ حصة الرياضة. صحيح. اليوم بالعشر سنوات الأخيرة في توجه آخر، عم يكون في اهتمام بهي الحصة، وقديش فعليا في إلى تفاصيل مهمة بتنعكس على نفسية الطالب. صحيح، وقديش فينا نسوي بهي الحصة بشيء عن جد ينعكس على الطلاب بطريقة إيجابية، ممكن من حيث اكتشاف المواهب، قديش في مواهب يعني اكتشفت من المدرسة. صحيح. وتم تنميتها. كمان فينا نحكي عن التمارين اليوم اللي نحن لازم نعلمها لأطفالنا. بنعرف الوزن الكبير بيكون للشنطة قديش بيأثر على العمود الفقري، كتير من التفاصيل اليوم رح نحكيها مع الكوتش صافي العكش، وهو خبير لياقة بدنية وفنون قتالية. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير، يعطيك العافية. يسعد صباحك كوتش. بالبداية خلينا نحكي عن أهمية الحصة الرياضية المدرسية، قديش إلى جزء مهم بحياة الطفل المدرسية، لأنه مثل ما حكينا أنا ونيرمين وكنا عم نحكي مع حضرتك تحت الهواء، سابقا ما كان في اهتمام كثير كبير بالحصة. صحيح. المدرسية الرياضية كان دائما أنه ممكن أي أستاذ يأخذ هي الحصة لاستكمال المنهاج إذا مو ملحق، لأنه نعرف ضخامة المنهاج اليوم. اليوم لا، عم يكون بالعشر سنوات الأخيرة في توجه واهتمام لهي الحصة الرياضية، وقديش فعليا عم نكتشف بعض المواهب للأطفال بنقدر فعليا نستثمرها اليوم. طبعا هي الحصة الرياضية هي تعتبر مثل حصة الرياضيات، مثل الفيزياء، مثل القصص كلها، يعني هي بأهميتها. يعني لازم تكون أساسية ضمن المنهاج. الاهتمام بيصير من وراء الأساتذة. يعني كنا نحن متعودين وقت كنا ننزل حصة الرياضة مثلا أستاذ الرياضة يزت لنا الطابة ويقول يلا لعبوا فيها يعني ما في الاهتمام، ما في الدراسة. حتى التمارين اللي بتنعطى للطلاب هي تمارين ما لها مدروسة أو صحيح. تمارين قديمة كتير صارت. يعني في رياضات حديثة كتير لتنمية المواهب، لاكتشاف المواهب، ممكن ندخلها من ضمن المنهاج يعني للتدريب. حتى إذا في الاستئناس مثلا أساتذة الرياضة بالمدربين الخاصين باللياقة ليدخلوها للأولاد. طبعا اكتشاف المواهب معروفة بكل دول العالم أنه أكثر المواهب اللي منشوفها بالألعاب الفردية، الجمباز، الملاكمة، القصص هاي من المدارس. يعني بيجوا في خبراء خاصين بيدوروا على المدارس وبينقوا الأولاد اللي عندهم الجينات القوية واللي بيلاقوا أنه ممكن هذا يطلع بطل بالمستقبل. لذلك هي لا تقل أهمية عن المواد الثانية. يعني إذا نحن بدنا ندور على الرياضي ونبنيه بنبلش فيه من عمر صغير. حتى في مدارس برا فارضين منهاج معين، الولد بده يتعلم مصارعة. صحيح. ولد يعني بشوف الولد وين اهتمامه، مو مثلا خلص هذا الولد لازم يلعب قدم، هذا لا، بنشوف مثلا الولد اهتمامه بالألعاب الفردية، اهتمامه بالقوة، اهتمامه بالقدم، منفصلهم منخلي كل كمجموعة طلاب يكونوا شيء معين هن بحبوه يشتغلوا فيه
ومننمي مواهبهم مع المستقبل. يعني هو صاير نحن بنعطي بشكل جماعي. انا برايي لا، هي رياضه تخصص. زيك بنلاقي وقت يكبر الولد شيء بيلتفت للقدم، شيء للسله، شيء للالعاب الفرديه، للقوه. هذا للاسف عم نخسر مده طويله كنا لازم نكسبها من البدايه. يعني اول ما يفوت الولد من عمر 5-6 سنين نبلش نشوف شو التوجه تبعه ونبنيه. مشان هيك نلاقي ابطال الاولمبيات اكثريتهم اعمارهم صغيره، صحيح 14-15، لانه مبلشين فيهم من عمر 4-5 سنين. صحيح. يعني كلياتنا بنتذكر مثل ما قلنا حصه الرياضه كنا بس يعني هي كانت شكل بوط الرياضه وبيجامه الرياضه، الشباب بيعطون هاي الطابه والبنات مضارب بيروحوا يلعبوا فيهم لبين ما تخلص هاي الحصه. قديش اليوم نحن عم نخسر طاقات؟ اليوم نحن برا بنلاقي دائما بيركزوا على طاقه الفرد، يعني بيبنوا البطاقات الفرديه. اليوم اذا بدنا نغير هذا الموضوع، يعني ننهي موضوع اكتشاف المواهب، كيف ممكن نبلش او من وين ممكن نبلش بموضوع يعني إعادة اكتشاف المواهب من المدارس أو تفعيل حصة الرياضة فينا نقول بالشكل الأمثل؟ يكون في منهجية، يكون في مثل ما قلت، يعني منشوف المدربين اللي عندهم خبرات. مثلا أنا مدرب فنون قتالية اختصاصي، بيجوا بيسألوا المدرب شو برأيك مثلا الولد لازم يكون كذا، وقت لنعرف إنه هذا الولد ممكن يطلع منه بصير منحط خطة منهجية ومنعممها على المدارس. يعني عرفتي يعني استعانة بالخبراء. ايه تماما. يعني منشوف منفصل وبصير بناخذ مثلا بنعمل بطولات للمدرسيه. هلا بطولات مدرسيه انا بعتقد هي فقط للقدم، يمكن ما في توجه ثاني، ما عاد عندي بعض السله. ايه مثلا سله، جمباز، العاب القوى، الركض، الجري، القصص هاي بنصير منفصل. وطبعا كل شيء لازم يكون مخطط يعني. صحيح. طيب كوتش خلينا نحكي معك عن الجلسة الصحية للطلاب. بنعرف الطالب قديش بيقعد لساعات طويلة على المقعد المدرسي، في جلسة صحية نحن متعودين عليها، كيف فينا فعليا نقعد الطلاب بجلسة صحية وبنفس الوقت ما تأثر على عمودهم الفقري؟ عم نحكي نحن لساعات طويلة جلوس على المقعد، عم نحكي عم يحمل شنطة مدرسية لساعات لوقت طويل على ظهره إذا كان رايح المدرسة أو راجع، عم نشوف في تقل كتير كبير بسبب صحيح. عدد الكتب والدفاتر للمنهاج المدرسي الضخم. للأسف يعني أكثر الأمراض الأولاد اللي بتعاني فيها بعد عمر 14، تلاقي الولد عم يقلك إنه ظهري عم يجاني، أو بتلاقي صار في ميلان بالعمود الفقري، أو الكتاف ضبوا على بعض، أو أوجاع بالرقبة. كلها هاي عبارة عن سنين وايام لحتى وصل لهالمرحله. هي من حمل الشنطه يعني هي لا تقل اهميه وبتسبب امراض كثيره. يعني لذلك لازم اول شيء نحن نعلم الولد، انت وقت تحمل الشنطه لا تحملها على كتف واحد، هذا الشيء بيساوي ميلان. يعني بنلاحظ الوزن صار اجباري، عم يصير عنده ميلان للولد، او بصير عنده جنف هو التفاف العمود الفقري. يعني لذلك لازم نحمل الشنطاية على الكتفين نعلمه اياها. بعدين حتى اختيار الشنطة لازم يكون دقيق شوي، يعني يكون في سفنج هاي القصص. يمكن أنا بتوقع هلأ صاروا شوي عم يركزوا على القصص هاي، عم شوف عم يحطوا لهم يمكن شغلات سماكات يعني مشان ما تظهر. الأوزان الثقيلة تبع الكتب لازم تكون هي مواجهة للظهر. يعني في أولاد بيحطوا الكتب الكبيرة، برافو عليك، الكتب الكبيرة بيحطوها باتجاه الأرض، هي لا لازم باتجاه الظهر وتكون الشنطة. مشدودة على الظهر تماما، ما تكون مايلة طالعة كتير لورا لأنه بصير في تقوس بالظهر. الجلسة الصحية تبع القعدة الميلان هاد عم يساوي كمان أوجاع بالظهر وخاصة العضلات السفلية للظهر. لذلك منعوده للولد أنه يقعد بشكل مستقيم والنظر أمامي. حتى هيك النظر هو عم يكتب هون كلها الرقبة. فرضا وصلنا لهالمرحلة، نحن منعلمه للولد انه انت كل ساعة او كل ثلاث ارباع الساعة قوم اعمل شوي حركة، تمارين ستريتشينج، تمطيط شوي لفوق شوية هيك. لو قاعد على الكرسي ميلان شوي هيك، كل حركة بحدود العشر ثواني. طيب بس كوتش، يمكن لانه بالعشر سنوات الاخيرة عم نشوف هيدا الجيل قصير القامة، يعني ما عم نشوف هذا الطول مثل ما كنا نشوف سابقا. كله له علاقه بهي التفاصيل بعتقد. يعني عم نحكي نحن عن الجلسه الصحيه، طريقه حمل المدرسه، الانحناء طبعا، الانحناء الواحد هلا انا وقت تكون هيك غير وقت افرد هيك ببين اطول. يعني هي شغله للنظر. صحيح.
ايه بقى لازم نعلمه للجيل ونوعيه، حتى وقت تكون عم يدرس يعني ساعات طويله صفوف البكالوريا الجامعات، حتى الموظفين اللي قاعدين فترات الطويله عم تسبب لهم كثير الام، وانا بيجيني كثير بكون عم درب بيقولوا لي عنا الام بالرقبه بالظهر بالكذا يعني هي العادات الصحيه ضروريه مثلها مثل العادات الغذائيه، يعني شو بنعلمه للواحد كول كلين مثلا الاكل الصحي الاكل النظيف، نفس الشيء انت لازم تكون عندك عادات صحيه خلال المشي خلال القعده، نعلمه 4-5 تمارين هن ستريتشينج والرياضه هي شيء اساسي بالحياه، يعني انت لو 30 دقيقه عملتهم كل 3 ايام انت كثير بتفيد جسمك، ما ضروري تروح على الجيم اذا ما عندك وقت كذا بالبيت 4-5 تمارين هن تمارين السويديه المعروفين يعني. طيب دكتور يعني عفوا كوتش خلينا نحكي عن موضوع تصحيح التشوهات اللي ممكن تصير بالعمود الفقري، يمكن ذكرت الجنف هو جنف الابرز اذا بدنا نقول، كيف ممكن نحن نقدر نعالج هذا الموضوع او اذا بيتعالج بتمارين رياضيه؟ اكثر شيء هي تمارين بسموها ستريتشينج يعني هي تمارين التمطيط، وحتى في تمارين بالجيم بالحديد هي خصوصي لتجليس شوي العمود الفقري والكتاف، يعني هو يعني بتلاقي الجنف تلاقي عنده كتف مايل اكثر من كتف، انت بجوز بالعين ما بتركزي بس اذا قربتي شوي بتلاقي عامل هيك شوي، يعني شوي في تمارين بالدامبلز بالبارات بالحديد وتمارين ستريتشنج بتساعده، يعني بتروح 50 او 60% بتعدل له شوي الوضع الجسدي تبعه الصحي. طب الاكتشاف المبكر فيني انا اتخلص منه طبعاً ولا أكيد. لا يعني 50 او 60 كل ما كان صغير علاجه كل ما كان صغير كل ما بكسب العلاج بشكل كل ما طول صار شوي اصعب يعني. طيب خلينا نحكي معك كوتش عن بعض النصائح لكل الاهالي اللي عم يتابعونا، يعني هي احيانا نحن بنشوفها بالمحيط بس ما بتلاقي الاهالي منتبهين، يعني بتلاقي في عنده مثلا انحناء بسيط للطفل ولما ماسك الشنطه حتى هو يمشي عم يشوف اغلب الاطفال في عندك انحناء من الكتف وفوق حتى هي الجلسه المشيه، بعض النصائح انه انا لا اذا انتبهت عليها من البدايه بعض التمارين الصحيه ممكن انا اتاثر بشكل كثير كبير على سلامه العمود الفقري، لانه نحن بنعرف قديش له اثار سلبيه بالمستقبل على البنيه الجسميه للطفل. طبعا هلا هي اول شيء لازم نكون نحن نوعي الاهل يعني هن الاهل لازم يكونوا على اطلاع على القصه، لهيك سالتك قديش مهم فعليا الركز إيه؟ يعني هن الاهل ما كان مثل ما صاروا واعيين صار لهم نظره على الولد، يعني تشوف ابنه مثلا عامل هيك انا بنبه بقول له جلس ظهرك ظبط قعدتك، بصير مره على مره هو لحاله بيتذكر بسموها الفيدباك يعني الذاكره الراجعه بتذكر انه اهلي قالوا لي هيك دغري بيرجع لحاله، بس انا اذا بتركه للولد وما بيكون عندي هالعين الواعية انه هذا الولد مع مرور الايام رح يصير عنده انحناء بظهره. طب اللي بيمسك الموبايل الاولاد لازم كيف تكون جلسته تماما وحتى يعني يرفعه شوي ويقعد هيك. لازم هلا الكمبيوتر او اللابتوب او الموبايل لازم يكون على مستوى النظر يعني وقت نعمل هيك في اولاد بتقعد بالساعات عامله هيك حتى الكبار يعني بعد فتره بصير هون عنده اوجاع بالرقبه تماما، حتى في وقت انا اقعد مثلا اشتغل على لابتوب او شيء حاول ما تكون الطاوله بعيده لانه بدك تضطر تعمل هيك، حاول تكون قريبه الظهر جالس وخلي الكمبيوتر او اللابتوب على مستوى نظرك عشان ما تضطر تحني رقبتك لقدام، وكل نص ساعه لازم اتحرك القعده الطويله بتعمل حتى شو دوالي يعني الرجلين بصير فيهم الاحتقان هذا تبع الدوره الدمويه على القعده الطويله دوالي الحركه ضروريه مثل ما حكيت لو لمدة نص دقيقة بين كل فترة وفترة. يمكن كوتش عم تركز انه التمارين اللي ممكن نحن نسويها بالبيت هي مو للتنحيف او وقائية خلينا نسميها لانه هي عم تكون مدتها زمنية، بدنا نرجع لآلام الظهر اللي هي ممكن كثير بتمتد من الرقبة على الكتاف لأسفل الظهر، في تمارين مخصصة لكل نوع من هدول ممكن نحن نسميه يعني نسويهم بالبيت كتمارين وقائية؟ طبعا طبعا يعني هو قلت لك في تمارين خصوصي للستريتشينج لو كان عندنا مجال او كذا كنت نفذت لكم اياهم يعني سويت لكم اياهم، بس هن معروفين يعني على اليوتيوب يمكن على اليوتيوب يعني او على جوجل يعني في فوت يكتب شو تمارين الخاصه، هي تمارين بسيطه ومدتها قليله 10 ثواني 15 ثانيه، بس هو بده يكون عنده الواحد انه يحب يضل مستمر بهالقصه مشان يحافظ على صحته عرفت شو يعني ممكن الواحد يلا وخلص يمشي الحال، مع انه هي شغله كثير ضروريه
بيبين معه كل ما كبر الواحد وازداد بالعمر بتزيد الاوجاع. اغلب الناس بنشوفها بس ما يكبروا شوي اوجاع الظهر والرقبه والركب كل شوي. نحن كنا نسمع هالامراض مثلا بالخمسينات الستينات، اليوم عم نشوف لا بالثلاثينات والاربعينات كانوا يتحرك. يعني باعمار فتره بكير والدك ووالدي وجدودنا كانوا يتحركوا، كان صحيح كان ما عندهم هي القعده الطويله، لا في لابتوب لا في موبايل لا في كذا، كان على طول بالعكس انه كانت حياتهم صحيه تماما بيور، يعني الاكل صحي ونظام صحي. بتلاقي الولد هلا الرجل او الست عمره 60 70 سنه وبتلاقيه عم ينزل على السوق ويشتري اغراض وكذا، هلا ما في عمره 35 سنه بتلاقي ماسك ظهره. فكره في نسبه الشباب والصبايا اللي بتطلع معهم تشخيص الديسك بفتره او بعمر ال 20 ل 30 كثير كبيره. انا كثير عم يجيني يعني اعمار صغيره ومعهم ديسك. هون الرياضة إلها دور، ما بدي بالعلاج يعني لا في اهتمام بالرياضة لا في اهتمام بالعادات الطويلة. خاصة السوشيال ميديا عم تاخذ كثير من وقتنا ساعات، يعني الواحد بيقعد ساعتين عم يتفرج على حلقة مسلسل ما له حاسة حاله. القعدة غلط، حتى النظر عم يتعب، بتلاقي في احتقان بعيونه. كوتش خلينا نحكي عن الطلاب فينا نقول والأطفال، شو هي أكثر فينا نقول الحالات الشائعة اللي بتلاحظها اليوم بسبب الالتزام بكل النصائح اللي حكينا عنها أو التمارين الرياضية؟ يعني أكثر الحالات هلا مثل ما قلنا بالبداية عم نشوف مثلا انحناء بالظهر، ما في طول قامة مثل سابقا، فشو هي أكثر الحالات الشائعة اليوم اللي بتلاحظها عند الطلاب؟ والله أكثر شيء بلاقي هو حالات الميلان الكتاف العمود بتلاقي يعني اكتريته هيك من الشنطه هيك تماما او في اوجاع رقبه. وعم يجيني كمان حالات عم اطلع عليهم عم بنظر عجيل في ضيق بالكتاف يعني ما بتلاقي مثلا كتاف اعراض بتلاقي في ضيق، يمكن بعتقد من يعني القعده ما في رياضه صح بتلاقي مثلا كتافه هيك مثلا، يعني ما في ما في عادات صحيه وما في نظر. يعني هي لازم التوعيه انا برايي تكون من الاهل اكثر من البدايه. صحيح. حتى يمكن ركزت على موضوع الحقائب المدرسيه، هلا صار في موضوع اللي بيكون الى دواليب صغيره مشان مط يعني بجرد الطفل او الشاب او حتى الصبيه ما انه مضطر ابدا ما يحط اي حمل ثقيل على ظهره. صحيح. نشكرك كثير لوجودك معنا كوتش لكل المعلومات والنصائح. شكرا كثير لكم على الاستضافه وان شاء الله يكون استفادوا المشاهدين والأسف. اكيد حكينا عن تفاصيل كثير مهمه مع كوتش، بنشكرك على وجودك معنا، شكرا كثير. شكرا لك. شكرا خليلي اياك. اما نور هلا بتمنى لك بقى نهار ظريف لك ولعائلتك ولكل مشاهدي الاخباريه السوريه، بقيه النهار يحملكم كل تفاصيل الخير وراحه البال والمحبوحه والرزق، ودائما السوريين وين ما كانوا يكونوا بالف الف خير. لهون نرمين بكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، والتقانا بكرة بنفس التوقيت على شاشة الإخبارية السورية. من هلأ لبكرة تبقوا بألف خير. باي باي. باي باي.